فيلم الهوى سلطان قدر من أول يوم عرض ليه إنه يلفت الأنظار، وده من خلال قصة الحب اللي بتجمع أبطال الفيلم. أبطال الفيلم هم منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، وجيهان الشماشركي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري في أول فيلم روائي طويل ليها. كاميرا أون سات كانت موجودة مع أبطال الفيلم في العرض الخاص ليهم. تعالوا نشوف قالوا لنا إيه. ست عادي، أنا بشتغل، أنا تقريبا أكتر يعني أكتر ممثلة اشتغلت مع ستات في الدنيا، فدي مش مشكلة. هبة هي اللي كاتبة الفيلم، كاتبة فيلم حلو، وهي أول مرة تخرج، عشان هي اللي كاتبة الفيلم هي اللي قادرة تفهم كويس قوي هي عايزة ايه من الكاركترز. هو الفيلم كله كان مشجع من أول الكتابة هبة يسري، من أول الإنتاج سي سينما أستاذ أحمد فهمي وأستاذ هاني نجيب، منة شلبي، كل العوامل كانت والعناصر كانت بتقول إنه لا دي تجربة مهمة وأنا مبسوط إن أنا موجود فيها. أول حاجة دايما بتبقى في حماس معين وبيبقى في بيشتغلوا من قلبهم كده، وكمان هبة بقى كان إضرابي ضعف 10، يعني هبة كانت فعلا بتشتغل من قلبها وفعلا كانت مخلصة جدا، وأتمنى إن شاء الله الفيلم ده يكسر الدنيا علشان خاطرها. يعني أنا بحب قوي الأعمال اللي تبقى مكتوبة من ستات علشان بيعرفوا يكتبوا شخصية الستات، يعني مش دايما بيجيلك مثلا سكريبت يعني شخصيات الستات مكتوبة صح. وحشنا قوي الأفلام الرومانسية اللي هي البسيطة اللذيذة دي، فده كان محمس قوي برضه. حمسني جدا ومتحمس ان شاء الله الفيلم يعجب الناس، فالشركات اكتر تبتدي تاخد الابروتش وتبتدي تاخد الانيشيتيف بتاع انهم يعملوا افلام من النوعيه دي. هتشوف شخصيه اسمها جيجي، يعني هو دور بسيط صغير، فهي طالعه صديقه منة شلبي وحشريه شويتين يعني، بس تمام. نتكلم على علاقتي انا وهي، هي حب من النظره الاولى وتفاهم وكل حاجه، فعشان كده دايما بتحمس قوي لما يعني هي هتكون هتعمل حاجه، يعني هي السبب ان انا مثلت اصلا. والله بصي، هو تجربتي هي التجربة صعبة، بس هي يعني احنا كلنا تكاتفنا وحاولنا نعملها بأحسن ما يمكن، يعني ان شاء الله تعجب الناس. واستاذ احمد دوال وليه ما كانش الفيلم هيطلع، يعني هي مش كوميدي قوي، يعني هو لايت رومانس، بس هو الجنرا هي يعني الفكره بتتعمل طول عمرها الرومانسي، هو بس احنا بقالنا كتير قوي ما عملناهاش، وانا بحس انه ببقى عايزه اعمل الحاجه اللي انا حاسه ان انا مفتقد اشوفها، فانا كنت حاسه ان انا عايزه فيلم كده يعمل لي مشاعر، فاهمه؟ فعملت عشان عايزين نحس بحاجات كده. اتحمست انه فيلم رومانسي النوعيه دي مش عندنا كتير، دي كانت اول حاجه حمستني. تاني حاجه حسيت بالصدق ان الفيلم شبهنا، فيلم عادي ما فيهوش حاجه وبسيط جدا، مبني على ان هو شبه الناس، شويه مشاعر احاسيس يدخلك في حاله في مود مختلف، فانا دخلت في الحاله دي من وانا بقراه، فقلت لا الفيلم لازم يوصل للناس يعني.